بعد تحدث دكتور قبيل انعقاد هذه الجلسة، جلسة مجلس الأمن الخاصة بكوريا الشمالية، عن ربما تواصل بين كوريا الجنوبية والصين وروسيا، ربما لإحداث تهدئة أو التوصل لطريق أو مسار للتهدئة من جانب كوريا الشمالية، إلى أي مدى تعول كوريا الجنوبية على الصين وروسيا في تهدئة جارتها الشمالية؟ طبعا هيكون ده تطور مهم، ويعني لو فعلا الصين وروسيا استطاعا أن يكبحا جماح أو طموح كوريا الشمالية ومغامراتها هيكون أمر إيجابي. أعتقد أن كوريا الجنوبية هترحب بيه، أمريكا هترحب بيه، لكن المشكلة أن حتى الصين وروسيا لا يضمنان تصرفات زعيم كوريا الشمالية، وبالتالي فقد تتجدد الأزمة في وقت لاحق في المستقبل. دكتور نبيل، برأيك هل كوريا الشمالية تضع في حسبانها يعني تبعات أمر كهذا وتهديد لواشنطن وتهديد للمنطقة بأكملها؟ هل تضع في حسبانها التوتر وتبعات أمر كهذا عليها من عقوبات وما شابه؟ لا، ما أعتقدش. يعني ده سؤال مهم، بس ما أعتقدش إن طريقة تفكير صانع القرار الخاص بكوريا الشمالية فيما يتعلق بسياساتها الخارجية أو الدفاعية بيأخذ في حسبانه عوامل وخيمة قد تسفر عنها إجراء تلك التجارب الصاروخية المتقدمة، لأنها قد تؤدي إلى حرب، زي ما قلت قد تؤدي إلى حرب محدودة. فهذا أمر يعني غائب، لكن أيضا هناك إخفاق لسياسة أمريكا. أمريكا غير قادرة على ردع كوريا الشمالية، وبالتالي كوريا الشمالية حتستمر في تلك المغامرات العسكرية.